اي طلاب نكمل. هي طبعا يعني ما وصلنا 40 دقيقه، هي المفروض بعد 10 دقائق، بس المهم ماكو مشكله ان شاء الله. فالنقطه الثانيه اللي هو قلنا البارتيكولار شيب، كل ما كان عندي شيب متساوي او متشابه الشكل فراح يقل لي عندي السبيسز ما بين هذه البارتيكلز، فبالنتيجه راح يزيد عندي ستريت. ولو تشوفون بالصوره الثانيه على اليسار الشيب او البارتيكل شيب راح تكون مختلفه، فبالنتيجه راح يصير عندي كثير لارج سبيسز ما بين البارتيكلز، فراح ياثر لي على السترينث مال الامالجا مالتي. النقطة الثالثة اللي هو مايكرو ستراكشر اوف امالجام، مثل ما ذكرنا نحن بالبداية قلنا لكم نتيجة السيتيك رياكشن او الكيميكال رياكشن يصير ما بين الكومبوننت مال الامالجام راح يتكون لي 3 فيسز. فنتيجة الستراكشر مال الامالجاماتي هي تحدد لي نوعية او سترينث او ميكانيكال بروبرتيز مال الامالجاماتي. انكريز جاما اند جاما 1 فيس انكريز سترينث، وجود الجاما والجاما 1 يزيد لي من السترينث. وجود الستينيوم اوكسايد فيس راح او ستينيوم كوبر فيس هذا اللي احنا سميناه راح يزيد لي من السترينث، فقط الجاما 2 فيس هي تقلل لي من السترينث. النقطة الرابعة بوروسيتيز اند فويدز ان امالجام ريستريشن، تقلل لي من السترينث، يعني وجود الفراغات وفقاعات الهواء داخل الامالجام ريستريشن مالتي راح تقلل لي من السترينث مال الامالجام مالتي. هذه الفراغات او هاي البوروسيتي والفويدز اللي تتكون لي داخل الامالجام ايش سببها؟ ليش عصي عندي؟ النقطة الأولى ديكريز ترايوريشن، يعني أنا ما خلطت الأمالجم للوقت اللي المفروض أخلط بينه، فبالنتيجة أنا ما خلطت لي كل الكومبوننت مال الأمالجم ألوي مع الميركوري، فتركت لي فراغات ما بين البارتيكلز مالتي، وتركت لي كومبوننت ما كان انخلط ما صار بينه رياكشن، فبالنتيجة أنا راح تبقى لي جزء من الأمالجم هي ما متفاعلة، فهذه ما راح تكون لي أمالجم كلش خالص، تكون ويك ويصير سترينث مالتها قليل. النقطة الثانية decreased condensation pressure، مثل ما قلنا لكم نحن قدر الإمكان أعمل condensation قوة فأوائد كثيرة، فأنا يقلل لي الانتردنتال سبيس، يقلل لي سبيس ما بين البارتيكلز، راح أشيل الأكسس ميركلي، لوجود الأكسس ميركلي راح يتفاعل ويقوي لي جاما 2 فيس، فبالنتيجة راح تضعف الأمالجام، يزيد لي من الروتيشن، فأنا condensation قدر الإمكان أشقد أكثر، أشقد أنطي سترينث أعلى للأمالجام مالتي. نقطة ثالثة irregular shaped particles، مثل ما قلنا لأنه شكل البارتيكلز مالتي ما منتظم، فبالنتيجة راح يكون ايش سبيس كلش عالي، فراح يترك لي فويس وبوروسيتي داخل الأمالجم. assertion of two large increments، نحن من الكلينيكالي نجي نشتغل الأمالجم ريستوريشن مالتنا بعد ما كملت الكافيتي، أنا ما أجيب أمالجم على قد الكافيتي بالكامل وأخليها مرة واحدة، لا انا استخدم طريقه اللايرز اللي هو عباره عن طبقات، يعني اخذ جزء بسيط من الامالجم اخليه داخل الكافيتي واعمل له كوندنسيشن واجيب لاير ثانيه وثالثه الى ان الكافيتي. ليش؟ حتى لاير من تكون سمول اضمن انه عملت له كوندنسيشن قوه، اضمن طلعت كل السبيس البوروسيتي الموجود داخله، اضمن طلعت الاكسس من الكريمالته من تكون سمبل انكريمنت او سمول انكريمنت او لاير. لكن العكس في حال انا استخدمت لارج انكريمنت او هو 1 انكريمنت وخليت الامالجام، انا الكونديسيشن ما اضمنه راح يصل لي الى اخر نقطه. ليش؟ لان هي لارج الامالجام عندي، ما راح اضمن انه اتخلص من كل الفويس داخل الامالجام، ما راح اضمن دفعت كل الاكسس ميركري، ولهذا نحن نشتغل الامالجام لاير لاير. delayed insertion after triuration، انا خلطت الامالجام مالتي وتاخرت بها، مجرد ما تاخرت بها بدت السيتنج رياكشن مالتي وصارت عندي هارد، فمن ناحية اجي اخليها داخل الكافيتي واعمل لها كونديسيشن، انا ما عاد اطيق اعمل لها كونديسيشن بالكامل. ليش؟ لان بدا سيتنج رياكشن صارت عندي هارد، ولهذا ما يفضل ان اخره. توليس ميركوري امالجم نون بلاستيك، مثل ما تشوفون هوني هوني خلينا نقول ان نخلطها مانيولي وخلينا ميركوري كلش قليل، فبالنتيجه الامالجم مالتي راح تكون كلش هارد كلش ثيك، ما بيها ميركوري، ما بيها اي سوفتنس، ما بيها اي بلاستيسيتي. الامالجم نوعا ما من نخلطها تحسوها كانما بلاستيك وشيء يعني خلينا نقول ناعس بالعاميه. وليش؟ نتيجه وجود الميركوري. فانا من باب انه اريد استفاد اقلل الميركوري، لا هي عندي ليمت معين للميركوري نورمال، اقل من هذا لا راح تطلع لي الامالجم مالتي كلش هارد كلش ثيك، فبالنتيجه الكونديسيشن مالتي راح يكون صعب. النقطه الخامسه
ميركوري اللو ريشيو، يعني احنا قلنا الامالجم تتكون من ميركوري ونيتال امالجم اللي هي السيليكا. هذه الريشيو ما بيناتهم تلعب دور انكريز ميركوري تو اللو ريشيو ديكريز سترينث، كل ما زاد الميركوري عن اللوي قلت السترينث مالتي. انكريز ميركوري ريزلت ان، ليش يصير عندي زياده من الميركوري؟ رقم واحد ديكريز ان رياكت جاما فيس، ما تفعلت لي الجاما، الجاما 1 هذه كانت الجاما العادي، خلينا نقول هذه ان رياكت فيس، هذه هي تعتبر سترينث، قلتها هي نتيجه زياده الميركوري. النقطه الثانيه انكريز جاما 2 فيس، الجاما 2 فيس ما تتكون الا لوجود زياده بالميركوري. انكريز ريسيدوال ميركوري ويكست فيس ويذن ذا امالجام، ريسيدوال ميركوري هو ما متفاعل، كذلك وجوده يعتبر نقطة ضعف داخل الأمالجم مالتي. النقطة السادسة من العوامل اللي تأثر لي على السترينث مال الأمالجم هي التريوريشن، أشو راح تأثر لي؟ Increased التريوريشن within limits increased strength due to increased coherence of matrix crystals. أنا التريوريشن هي محددة من الشركة، يعني أنا تجيني كبسوز مال الأمالجم إنه هاي تخلط ضمن 10 ثواني أو 15 ثانية يذكر لي هي، فانا اذا استغليته ال10 ثواني بالكامل انكريز تريليشن ويذن ذا ليميت راح يزيد لي ستريتيش، راح يزيد لي الكوهرنس، الالتصاق ما بين الماتريكس كريستالز راح تتفاعل بشكل كامل كل البارتيكلز، فبالنتيجه راح تطلع لي امالجم مضبوطه فراح يزيد السترينت مالتها. لكن انكريز تريليشن بيوند ليميتس ديكريز سترينت ديو تو كراكينج اور فورمد كريستالز ديكريز الكوهرنس، يعني انا كنت كتب لي 10 ثواني واجي اقول والله من باب الفائده خلي ازيدها اعملها 15 ثانيه، لا أنا بالعشر ثواني خلطت بالكامل وتكونت لي كريستالز والماتريكس بيناتها. بال 15 ثانية نتيجة هاي الفورس العالية راح يصير بيها كراكينج. أنت ما أشوفه ما تلاحظه راح يضعف لي الأمالجم. فمن نتيجة زيادة بالتريوريشن راح يضعف لي الأمالجم ريستريشن مالتي. النقطة السابعة كونديسيشن بريشر. أكشن تأثيره على السترينث مال الأمالجم ذكرنا. انكريز بريشر ريزلت إن انكريز سترينث ديو تو ريموفال أوف أكسس ميركوري وذ الأمالجم ريستريشن. إن ليس ريسيدوال ميركوري، قلنا لكم أنا كل ما أزيد البريجر كل ما أزيد الكونديسيشن أقلل السبيس والبوروسيتي أدفع الأكسس ميركوري إلى السطح إلى الخارج، وهي هاي نقطة كلش مهمة. أي أكسس ميركوري انبقت عندي حتى لو كنت أنا عامل له سكويزنج للأمالجام قبل ما أشتغل، لكن عصرته وطلعت أكسس ميركوري يبقى لي أكسس ميركوري أقلعه بالكونديسيشن، فكلما زاد الكونديسيشن قلل الريسيدوال ميركوري وزادت السيتريت مال الأمالجام. النقطة الثامنة التمبرجة درجة الحرارة، درجة الحرارة ايش اللي تأثر لي على التريث مال الأمالجم؟ أمالجم loses 50 of its strength when its temperature is increased from room temperature to mouth temperature. أنا من أخلط أمالجم راح تكون درجة حرارة الغرفة، من أجي أخليها داخل الأور كافيتي أكو اختلاف في درجة الحرارة، فمبدئيا أنا نتيجة الاختلاف ما بين الروم تمبرتشر والمارت تمبرتشر مبدئيا الأمالجم راح تخسر لي 15% من السترينث مالتها نتيجة هذا الاختلاف في درجة الحرارة. It loses 50% of its strength when a temperature is elevated beyond 60 degree is in an over polishing. قلنا تخسر 15% هذه منتهي منها نتيجة اختلاف في درجة الحرارة الغرفة والمارت تمبرتشر، ولكن تخسر 50% من السترينث مالتها من ترتفع لي درجة الحرارة إلى 60. هاي قيمة السعر عندي، أنا بالنورمال من عمل الفيلينج ما أصل هالدرجة. شيء نحن شيء نسمينه بعد ما عملنا الأمالجم مالتنا، بعد ما صار السيت راح المريض ورجع لي بعد يوم أو بعد أيام وبعد فترة. أكو عملية نسميها البونشنج، عملية التلميع. هذه تصير بالهاند بيس اللي أنت بنفسك تستخدموها بالمختبر، نربط عليها ربر نحن نسمينه ربر كاب مال بونشنج هذا خاص. فهي انا من اجي اعمل عمليه البولشنج درجه الحراره كلش عاليه، ما تتصورون درجه الحراره ايش قد تصل على سطح الامالجم، فقدر الامكان انا ما الح عليها كثير للامالجم او شيء قليل وبعد راسا استخدم تريبل سرنج ابغده حتى لا اصل الى درجه الحراره 60 لان راح تتاثر لي وراح تفقد كثير من السترينث مالتها. النقطه التاسعه اللي تاثر لي على السترينث مال الامالجم اللي هي الكوروجن اكتيفيتي. Decreased corrosion activity results in an increased adhesive integrity and therefore an increased strain. مثل ما قلنا نحن الكوروجن هو عبارة عن تآكل في معدن الأمالجم. هذا التآكل راح يسبب لي مناطق weak point داخل الأمالجم. فكلما قل الكوروجن زادت السترينت مال الأمالجم مالتي. نحن ذكرنا الكومبريسيف سترينت ايش هو وايش العوامل اللي تأثر علينا. نجي على مصطلح ثاني يسمينه التنسايل سترينت.
تنساي السترينث هو معامل القوة اللي تتعرض له أو القوة اللي تحصلها من الأمالجم نتيجة معامل شد للأمالجم. إحنا قلنا بالكومبريشن هو الفورس تسلط على الأمالجم من الخارج إلى الداخل من كل الجهات، خلينا نقول ضغط. لكن في حال إنه الأمالجم أمسكها من طرفين أحاول أسحب الأمالجم باتجاهين مختلفين، يعني الفورس راح تكون من الداخل إلى الخارج. تفهمون كأنما عاد أمسك الأمالجم من طرفين وأمده أحاول أعمل له إطالة، أي فورس يصير بها فراكشر أو تنفصل إلى أجزاء هي هاي نسميها التنسايل سترين، نتيجة إيش؟ تنسايل فورس اللي تسلط على الأمالجم. Important for fracture resistance. Both low and high copper amalgam have low tensile strength. بصورة عامة low وال high copper tensile strength مالتها قليل. But high copper amalgam is lower overall. بس بصورة عامة هو يعتبر أقل من low copper amalgam. During direct contact by opposing tooth cusp or amalgam restoration in the opposing part, in the opposing arch, are stretched laterally to produce tension and perhaps flexion. مثل ما اشوفون هون نتيجه الفورس تسلط لي انا اشوفون هذا السهمين راح تتباعد الامالجم او تحاول انه هذه فورس انه تفصل لي هي تعمل له اطاله او شد للامالجم مالتي هاي الفورس. فعند اي نقطه يصير بها فراكتشر هي هاي نسميها تنسايل سترينث. لها رقم معين بالميجا باسكال. طبعا حاله تو ستراكشر حاله اي ماده. هذه صوره توضيحيه تبين لي الفورسز اللي تتعرض الامالجم داخل الكافيتي مالتي. هذه compression force اللي تجي مباشرة دايركت على الأمالجم من الخارج في اتجاه الداخل، هذه tension أو tensile اللي هو تكون باتجاهين مختلفين، وهذه الشير اللي هي ما ضروري كلش تعرفوها الشير، لكن هي هاي الأمالجم تتعرض لها إلى أكثر من force طول هي داخل الكافيتي مالتي. النقطة الثالثة من properties قلنا compression أو compressive strain و tensile strain. نجي على مصطلح اسمه الامالجام كريب. ايش نقصد بالامالجام كريب؟ هي بلاستيك ديفورميشن اندر استاتيك لود. نحن الامالجام حتى بعد ما صار سيت مع الايام يصير بها ديفورميشن، عمليه تغير في حجم الامالجام نتيجه الكومبوزيشن مالتها طبعا الكيميائي. اندر استاتيك لود نتيجه اللود العادي يصير بها ديفورميشن، تغير في شكل وحجم الامالجام، العفو في حجم فقط وليس شكل، في حجم الامالجام. ودائما يصير فيها expansion. Under a continued application of force in compression and amalgam shows a continued deformation even after the mass has completely set. حتى بعد انه ما صار السيتنج بالكامل مع الايام يصير فيها deformation وتغير في الحجم. The associated expansion makes the amalgam protrude from the tooth preparation. هذا الاكسبانشن احنا قلنا الديفورميشن دائما يصير باتجاه الاكسبانشن، نوعيه الديفورميشن يصير عندي اكسبانشن زياده في حجم الامالجم مالتي. هذا الزياده ايش راح يعمل لي؟ ميكس ذا امالجم بروترود فروم ذا توث بريبريشن. بروترود يعني بروز الامالجم، ولهذا كثير منا اذا نجي نشوف امالجم صار له 5 سنين او 10 سنين نجي نشوف الامالجم مالتي كلوزلي اعلى من التوث ستراكشر المارجن، هاي مناطق المارجن. هاي مناطق المارجن هي الامالجم ما كنت طلعت من مكانها لا، ولكن صار بها اكسبانشن. ليش؟ لان هي هاي صفه من صفات الامالجم مع التايم يصير بها ديفورميشن، فهذا نسمينه الامالجم كريب. On non-occlusive surface the entire amalgam restoration may appear extruded. This can produce unwanted aesthetic problem or overhangs in some area. مثل ما اشوفون هذا ايش عندنا؟ هاي كلاس 5. اشوفون هون الامالجم كانما كنت طلعت من الكافيتي، هي ما كنت طلعت وما كنت تحركت بس مجرد ما صار فيها اكسبانشن راح تاثر لي على الاستاتيك، راح تصير هاي منطقه للفود امباكشن راح تساعد لي على الريكرنت كيريز. ولهذا انا من اصل مرحله ديفورميشن عالي يفضل ابدل الامالجم ريستريشن مالتي. فاكتور افكتنج كريب، ما هي العوامل اللي تقلل الزياده من الكريب اللي يصير عندي داخل الامالجم؟ بصوره عامه كل البروبرتيز مال الامالجم رقم واحد هو يلعب دور هو الستراكشر مال الامالجم. Increased gamma 1 fraction, increased creep. هون بالعكس، نحن قلنا الجاما 1 والجاما كل ما زادت يزيد عندي strength. ولكن الجاما 1 من زادت زاد strength بنفس الوقت يزيد معها الكريب. الجاما 2 يزيد الكريب، الجاما 2 هي تعتبر مصيبة الأمالجم. يعني هي ما بها أي أدفانتج غير بس مجرد الإلكتروكيميكال كوروجن يصير. زيادة الجاما 2 تقلل لي من strength وتزيد لي من الكريب. ولكن ستانيوم كبر فيس
decreased crib. Titanium copper face هو أهم face ومن الفيس المهمة بالأمالجم، يلعب دور كلش كبير ويأثر لي على properties. كل ما وجوده زاد زاد strength، هون يقلل crib، فهذا شيء كلش إيجابي. النقطة الثانية من العوامل اللي تأثر على crib اللي هي mercury allow ratio. increased mercury allow ratio increased crib due to more residual mercury، مثل ما قلنا لكم زيادة المركري بقاء هذا الان reacted mercury راح يقلل لي من السترينت وهون يزيد لي من الكريب. نقطة ثالثة الكونديسيشن بريشر، انكريز بريشر ديكريز كريب ديو تو ليس ريسيدوال ميركري، نفس النقطة مشتركة مع السترينت، كل ما زاد الكونديسيشن مالتي كل ما طلعت الاكسس ميركري، وكل ما طلعت الاكسس ميركري تحسنت البروبرتيز مال الامالجام، من ناحية الكريب تقل من ناحية السترينت يزيد، من ناحية الجاما 2 فيس تقل. رابعة delay between trioration and condensation، هناك خلطنا الأمالجام وتأخر ما عملت له condensation، فبالنتيجة راح تأثر لي على properties من الأمالجام، السبيس موجودة والريسيدول ميركري ما راح أسحبه بشكل كامل، فمن النتيجة راح يزيد الكريب عندي. How to improve mechanical properties of amalgam، بصورة عامة الميكانيكال properties in general أشون أزيدها وأشون أتحكم بها مال الأمالجام مالتي. Amalgam is generally considered as a brittle material. الأمالجم بصورة عامة هي تعتبر من المواد البريتل اللي هي مثل خلينا نقول مثل الزجاج. الزجاج إذا يمسكه كلش قوي كلش هارد، ولكن مجرد ما تجيني فورس معينة في منطقة معينة أو قوية بلحظتها يصير منه فراكتشر، فهي تعتبر مواد هشة هي بريتل ماتيريال. فالأمالجم نفس الشيء. تروماتيك ستريس during chewing can produce a fracture in an amalgam without sufficient bulk. في مناطق الناكم الامالجام ما يكون بها ثيكنس معين او ثيكنس قليل اقل من 1 ملي، نتيجه الستريس نتيجه الفورس اللي تسلط ديون تشوينج راح تكون هاي المنطقه كلش ويك فيصير بها فراكشر. Therefore the amalgam material must have sufficient bulk usually 1 to 2 ملم depending on the position within the tooth and 90 degree or greater marginal configuration. ولهذا السبب نتيجه انه هي brittle material فلازم اقل شيء انا 1 الى 2 ملم ثيكنس مالتي في كل مناطق الكافيتي، ولازم تكون زاويه 90 حتى لا اترك ويك مارجن للتوث ولا للامالجم. The linear coefficient of thermodynamic expansion معامل التمدد الحراري ذكرتموه اللي ذكرتونه قبل شويه is 2.5 times greater than that of two structure. ليش راح يصير عندي؟ بالهوت راح يصير بها expansion وبالكون راح يصير بها constraction، فبالنتيجه ايش راح يصير عندي؟ space. Amalgam is metallic in structure. It is also a good thermal conductor. مثل ما تعرفون نحن عبارة عن metals. كل هاي ذكرناها تركيبة الأمالجام عبارة عن metals. بما أنه هي metals، كل metals تقريبا لها معامل توصيل حراري. فبالنتيجة أنا الأمالجام تعتبر مادة conductor مالتها كلش عالية. Good thermal conductor يعني موصلة جيدة للحرارة وللتيار الكهربائي. An amalgam restoration should not be placed in close proximity to the bone tissue of the tooth. انت بخط المحاضره كامله عن اللاينر والبيس، فانا من مناطق اللي يكون بها الكافيتي كلش ديب، فانا لازم اخلي بروتكشن البالب وايزوليشن. ليش؟ لان الامالجم انا طول ما هي موصله للحراره وبروده انا ما راح ارتاح، مجرد ما اعمل فيلنج بالديب اي شيء حار او بارد راح يصل للبالب وراح يسبب لي بين، ولهذا لازم اعمل بروتكشن. Cannot be used without the use of liner or base between the bulb and the amalgam. في مناطق الديب انا يفضل لازم اخلي ماده ايزوليشن. ليش؟ لان الامالجم قلنا لكم هي ماده موصله. Factors recommended the use of amalgam restoration. ما هي العوامل اللي تحدد لي استخدام الامالجام restoration؟ ايش هي العوامل اللي تحدد لي او تقيد لي او تفضل لي استخدام الامالجام restoration؟ النقطة الأولى occlusal factors. Amalgam has somewhat greater wear resistance than composite. مثل ما تعرفون نحن كل restoration مالتي amalgam أو غيره مع الوقت يصير بيها wear resistance، راح يصير بيها سوافان خلينا نقول نتيجة الفورس اللي يصير عليها. فالامالجام ريستوريشن نوعا ما الوير ريسيستنس مالته هاير ذان كومبوزيت. طبعا هذا يعني الكلام يمكن حديثا يجوز نفس الشيء، يعني حاليا طوروا بالكومبوزيت وصلوا الى حد معين تضاهي الامالجام، بس بصوره عامه خلال هاي ال 150 سنه استخدام مال الامالجام هي كانت اعلى من الكومبوزيت من ناحيه الوير ريسيستنس، فقليل يصير بها ويرنج. So used in a clinical situation that have heavy closure functioning. فطبعا انا من اجي اشتغل الكافيتي مالتي او اجي اشتغل التوث اقدر او اشيك الكلوزر فورس، فاذا كان عندي هيفي كلوزر فورس في هذيك المنطقه فانا هوني الامالجم هي تكون افضل خيار.
It may also may more appropriate when restoration restores all of the occlusal contact for a tweak. طبعا مثل ما تشوفون بهاي الصوره هون تقريبا الاكلوزال سيرفيس تقريبا 80% منه هو كله امالجام. في حاله البيضه مثل هذه الحاله بنحتاج فورس ومناطق كلش فورس عالي عندي، فتكون خيار الامالجام هي الارجح. النقطه الثانيه isolation factors. Minor moisture contamination of amalgam during the insertion procedure may not have an adverse an effect on the final restoration as the same contamination would for a composite restoration. مثل ما تعرفون انا الامالجام restoration ما يحتاج ل isolation كلش عالي، مجرد isolation بسيط بالcontrol rule امنع وجود السلايفا، او حتى في حال انه صار عندي minor contamination شويه سلايفا او شويه وتر ما راح تاثر لي على الامالجام، في حين الكومبوزيت تحتاج لايزوليشن 100% بالكامل. اي رطوبه تصل اثناء البروسيجر مال الكومبوزيت تعتبر فيرال. ولهذا انا من يجيني حاله بيشنت هايبر سلايفيشن، السلايفا ما تكلش علي، ما اطيق اسيطر على الايزوليشن، فهون يكون خيار الامالجام هو الافضل. لان صعوبه عمل كومبوزيت. النقطه الثالثه اوبريتر ابيليتي فاكتورز. توث بريبريشن فور ان امالجام ريستوريشن ريكوايرز ا سبيسيفيك فورم with uniform depth and precise marginal form. مثل ما تعرفون نحن قلنا لكم حتى اشتغل amalgam restoration انا مضطر اشتغل conventional cavity، فلازم انا يكون السكيلز مالتي كلش عالي، اعمل conventional cavity مضبوط حتى احصل على amalgam مضبوطه. في حين الكومبوزيت ما يحتاج لكل هذه البرنسبلز اللي ذكرناها للamalgam restoration، فلازم تكون الاوبريتر ابيليتي مالته كلش عالي حتى يعمل لي كافيتي معين فحتى اشتغل امالجام. لو كان الكافيتي مالتي ديفيكلت وما اطيق اعمل بينه البرنسبلز اللي انا اريده او احصل كثير من تو ستراكشر، فهوني لا نستبعد الامالجام ونلجا الى الكومبوزيت او انذر تايب. فيلر اوف امالجام ريستوريشن ماي بي ريليتد تو ذا ان ابروبريت توث ريبريشن. طبعا مثل ما تشوفون بهاي الصوره هوني انا هوني الوال لازم تكون كونفيرج، هوني معمولي دايفيرج، فهذه تعتبر فيلر بالنسبه للامالجام. The insertion and finishing procedure for amalgam are much easier than for composite. كذلك من العوامل اللي تساعدني انه تحبذ لي استخدام الامالجام انه هي الفينشنج مالتها ما ياخذ وقت. ففين يجيني مريض هو مستعجل او قد يكون المريض جاجريفيكس كلش عالي، فبهاي الحاله انا افضل الامالجام. ليش؟ لان البروسيجر مال الامالجام كله بصوره عامه من البدايه للنهايه كثير اسهل واسرع من الكومبوزيت ريستريشن. فبهذه الحالات بنكون حالات معينه انا احبذ الامالجام وتكون ريكومندد فور يوز. نيجي على مصطلح او شيء اخذتمه وذكركمه دكتور اياد بس نعبر عنينه شوي اللي هو الوجه. هذا الوجه هو عباره عن مثل ما تشوفوه هاني بهذا الشكل. The advantage او benefit of the wedge is to use عملية wedging action. ايش فائده او استخدام الوجه؟ طبعا نحن ما نشتغل امالجام ريستريشن بالكلاس 2 اذا ما نستخدم الوجه. نهائيا ما نشتغل كافيتي اذا ما نشتغل بالوجه. ايش فائده او ادفانتج هذا الوجه؟ النقطه الاولى hold the band tightly against the gingival margin. هذه الباند مالتي مجرد ما اخليها بالكلاس 2 بدون وجه هي بيناتها وبين التو ستراكشر سبيس. اطيق ادخل انسلوم تدخل، اذا اطيق ادفع على مالجم تندفع. فايش راح يعمل لي الوجه؟ راح يدفع لي الباند على التو ستراكشر هوني على هذا الوضع. راح يدفع لي ويعمل لي هو holding tightly. يعني يدفعه بقوه ما ممكن يدخل اي شيء داخل او ما بين التو ستراكشر والباند. النقطه الثانيه لانه دفع لي بقوه لانه عمل لي هو ادابتيشن كلش قوي ما راح يدخل اي شيء راح يمنعني من الاوفر هانج مال الامالجام. مصطلح الاوفر هانج هي الزياده اللي تكون من التو ستراكشر زياده الامالجام اللي تخرج خارج التوث كافيتي. يعني هذه الحاله انا اذا ما استخدمت وج جيت وعملت كوندنسيشن للامالجام ما تقوي الامالجام راح تطلع تدخل ما بين الباند وما بين التوث تنزل باتجاه الجم. هذه الزياده نسميها الاوفر هانج. فوجود الوجه يقلل لي من الاوفر هانج. اوفر هانج او اوفر هانج نفس الشيء. Provide sufficient separation of tooth for the of teeth for the thickness of the band material. طبعا انا هسه اذا جيت وما استخدمت الوجه وخليته هاي الباند مالتي اللي لها ثيكنس معين، طبعا هو بسيط بس لها ثيكنس. بغض النظر عن الاوفر هانج صار او ما صار. انا بعد من راح اجي اشيل الباند مالتي هذه هاي الباند بيتا ما راح ينترك لي سبيس ما بين التو تيث، فبالنتيجه انا ما رجعت الكونتاكت كامل. اشلون اتخلص من هاي المشكله؟ مشكله الثيكنس مال الباند مالتي وجود الوجه. انا من راح اجي ادخل الوجه بقوه ما عاد الاحظه، ومرات الاحظ شيء كلش بسيط انا عاد اعمل سيبريشن ما بين الاسنان.
ادفع الاسنان عدبا عدل بهاي الوجه القوه. وبعدين من اجي اعمل كونديسيشن، انا اعمل الكونديسيشن مالتي القوه باتجاه الباند او ارخيها الباند شيء قليل بعد ما اخلي الوجه اضمن انه دفعت لي القوه وعملت لي سيبريشن، راح اجي اعمل كونديسيشن باتجاه الباند او الباند ارخيها بحيث الباند تخلي بالادجيسنتي. بعد ما خلصته انا جيت وشدت الباند، ايش راح يصير؟ راح الاسنان لانه كان بيها سيبريشن راح ترجع، فمن راح ترجع راح اضمن يرجع لي كونتاكت كامل ما بين الامالجام والادجيسنت تيث. هاي كله يعمل لي الوجه. The wedge must be trimmed to fit anatomically within the triangle formed by the matrix band and the proximal surface of the adjacent tooth and gingival tissue. مثل ما تعرفون هون انا هاي منطقه البريشر اريا تكون تريانجل، فانا الوجه مالتي اعمل له موديفيكيشن اقص من عنده، اذا كان انا لارج مثلا ما يدخلي بالكامل اقص من عنده، اعمل بين تريمينج بسيط حتى يدخلي بالكامل ويغطي لي الاناتوميكال تريانجل بالكامل. وين من اي جهه نخلي الوجه؟ نخلينه لينجولي، ابد ما نخلينه بوكلي، يعني اجي انا ادخل من اللينجوال وادخله. ليش؟ نتيجه الراونديشن الموجود عندي باللينجوال سيرفس مال التيث والبريجر اريا تكون عندي كلش واضحه والتراينجل كلش واضح لينجولي، فالوج ما يتخلى فقط لينجولي. The wedge condensation against an unwedged matrix may cause the amalgam to extrude grossly beyond the gingival margin toward the apical direction causing overhang. مثل ما تشوفون هون هسه هاي امالجام انا ما خليت وج، جيت عملت كونديسيشن القوه، الباد مالتي ابتعدت عن التوث ستراكشر لان ما تايتد، ماكو شيء يعمل تايتنج على التوث ستراكشر، فبنزلت هاي الامالجام على القام وصار عندي اوفر هانج وراح تسبب لي مشاكل، وهاي طول الوقت هون راح يصير انفلاميشن للقام ويبدي يصير عندي بوكيت جيوب ما بين الاسنان ومشاكل ما تنتهي، فالمفروض هذه راسا تبدل. فهاي فائده الوجه. And the wedging action between teeth should provide enough separation to compensate for the thickness of the matrix band. هاي اللي هسه شرحتوها. من اجي اخلي الوجه انا راح ادفع الاسنان ابا عدل، اخلي الباند اعمل كونديسيشن للباند، من اعمل كونديسيشن للامالجام باتجاه الباند بحيث من اجي اشيل الباند الاسنان راح ترجع، هذا السبيس البسيط او التباعد اللي عملتونه راح يرجع الاسنان ترجع الى وضعها، فبالنتيجه راح احصل على كونتاكت كامل ما بين التيث، بحيث انا من ترجع الامالجام الكونتاكت كامل اقول كانه ما استخدمت باند. لان الباند لها ثيكنس، لكن نتيجه الويجنج اكشن راح يرجع الكونتاكت كلش قوي ما بين الامالجام والادجيسنت تيث، وهو هذا المطلوب. This is enhanced by band relaxation following wedging placement. طبعا قلتلكم بعد ما اخلي الوجه وعملت لي تايتنينج كلش قوي ارجع الباند ارخيها، ارخيها من الريتينر. انت ما اخذت محاضره الريتينر، الريتينر هو اللي يمسك الباند، بالبدايه اشده اضبه، بعد ما اخلي الوجه ارجع ارخي الباند مالتي. ليش؟ حتى اضمن له يندفع مع الكونتاكت adjacent teeth. بنعمل له كونديسيشن. It can be obtained by losing the matrix retainer one quarter to half. يعني ربع فرة عبارة عن رولة الريتينر تجي. عبارة عن رولة من أشدة. فربع فرة إلى نصف فرة أفتحها رخيها للباك. The wedge is either wooden or plastic. مثل ما أخذتم إما يجينا على شكل خشب أو بلاستيك. The effective force of the wedge is horizontally directed to extensive cervical edge of the band which has been extended approximately 1 millimeter beyond the cervical margin of the population. طبعا الوجه الفورس مالته هي هوريزونتالي، يعني خلينا انا ليجولي باتجاه البكري فيكون هوريزونتالي، راح اخلي الباند مالتي 1 ملي بتنزل تحت السوت تحت الجنجايفل فلور، الجنجايفل فلور هذا اللي عندنا ويسا بينتهي، انا لازم الباند مالتي تنزل جواته 1 ملي. ليش؟ حتى اضمن الوجه يعمل ادابتيشن على السيرفايكال مارجن هذه للباند مالتي. Proper size, height, and shape of the wedge should be selected in order to achieve a good anatomical contour of the teeth. مثل ما قلنا لكم نحن اجينا على اكثر من شكل، لكن هو الشكل المحبذ واللي هو دائما نستخدمه هو يكون على شكل تريانجل مثلث. ليش؟ نتيجه ان البريشر اريا تكون تريانجل. طبعا السايز والحجم والارتفاع لازم اضبطه، انا ما اي وجه طبعا يجينا على شكل احجام، اذا شفتوه من بديك الصوره الخشب يجينا على شكل الوان، حتى البلاستيك الوان كل لون له حجم، فنحن كنا حفظناها اللون الابيض هو اصغر شيء، يجي بعد الاصفر وهكذا. فانا هون شوفوا نتيجه هذا الحجم الخاطئ والشكل الغير صحيح 100% عمل لي ايش؟ هاي الدبريشن بالباند مالتي، بالنتيجه راح تطلع لي فاينل ريستريشن بهذا الشكل، هذا الشيء ما مقبول. هون شوفوا هون كلش صحيح. بعد 10 دقائق اذا وقفت المحاضره بنرجع لكم ان شاء الله. مثل ما تشوفون هون استخدام نتيجه الحجم الخاطئ، هون الحجم الخاطئ ايش؟
صغير بالحجم، فبالنتيجه ما عمل لي تايتنينج، فبعد بقى بدي سيبريشن مع الادجيسنت تيث. مثل ما تشوفون هوني هذه راوند ما عطت لي الشكل بالكامل، ما عملت لي تايتنينج، هوني راوند ولارج دفع لي الباند باتجاه الداخل. هذا هو الشكل الصحيح، تراينجل ضمن الحجم ويدفع لي الباند. When matrix and wedge are in place and the band should be burnished and pressed against the adjacent tooth, the gingival seal of the matrix should be tested by pressing a probe into the margin. If a defect is noticed, the wedge should be pressed more firmly into the interspace. أنا ما خليت شديت الريتينر والباند مالتي وخليت الوجه حتى أضمن أنا الوجه مالتي دخل بالكامل، عمل لي تايتنينج بالكامل. إيش أنا أجيك؟ أجيب البروب مالتي بها المنطقة. ويصل نهاية الجنجايفل فلور مالتي مع الباند وهي المنطقة، أحاول أدخل البروب. إذا دخل البروب أنا بعد الوجه مالتي صغيري ما عملت لي تايتنينج كامل، فلازم أكبغه أجيب وجه أكبر. إذا ما دخلت لي البروب معناها مضبوطة وتايتنينج كلش كامل. Height of the matrix band above the adjacent tooth should be 2 mm. هاي ختمها المفروض محاضرة الباند والريتينر. هذه الباند مالتي، هذه مثل ما تشوفوها، هذه لازم استخدم الباند اللي بيها ارتفاع، ارتفع فوق الامالجم، فوق التو ستراكشر 2 ملي. ليش؟ حتى من اجي اخلي امالجم ريستوريشن، انا الامالجم مالتي اعملها اوفر، فلازم اخلي باند اعلى حتى اضمن انه اعمل اوفر للامالجم، وراح نذكرها هسه بعدين ليش. ميكسينج ترايوتيريتنج امالجم ماتيريال. ذا ميكسينج اوف امالجم از ايذر، نحن قلنا لكم اكو طريقتين، اما مانيوال هذه الادوات اللي نسميها مورتر اند بيستل، اقرب ما يكون او بالعاميه نحن نسميها الهاون. هذا المورتر، هذا البيستل، هذا المانيوال، تيجي تدخله هوني ميركوري وتسبيكه الالوي واخلطه مانيوالي بايدي. الطريقه الثانيه وهي هي حاليا اللي نستخدمها، بطلت المانيوال حاليا، هو باستخدام جهاز يسمينه الامالجميتر. ديس ادفانتج اوف مانيوال ويكسينج اشني؟ النقطه الاولى ميركوري توكسيسيتي، انا من راح اجي مانيوالي راح اجي اخلي ميركوري بايدي، فانا راح اتعرض للميركوري، والميركوري اذا صار بينه ايفابوريشن صار بينه تبخر واستنشاق بكثره داخل العياده يعمل لي توكسيسيتي مع الوقت. النقطة الثانية من الديس ادفانتج مانيوال تكنيك، امبروبر باودر ليكويد ريشيو، انا راح اجي اخلي هالقد اللوي باودر وهالقد ميركوري، اخلط والله شفتوها سوفت معناها ميركوري كثير، راح اضطر ارجع زين وهكذا، فانا الريشيو مالتي ابد ما اطيق اضبطه لين عاد اشتغله مانيوالي. النقطة الثالثة نتيجة لانه انا عاد اخلط الريشيو مالتي ما مضبوطة، فالمكونات مالتي راح تكون ايش؟ الامالجم مالتي ليس ميكانيكال اند مايولوجيكال بروبرتيز، فبالنتيجه راح تطلع لي امالجم بروبرتيز مالتها ما عالي. ليش؟ لان انا التركيبه ما ضبطها، وذكرنا نحن كل مكون له تاثيراته داخل الامالجم. رابعا بوسيبل ميكسر كونتامينيشن، قد يكون انا من عاد اخلط شوائب معينه، اضغاب، وسخ، اي شيء انا موجودي بالمورتر بالعياده، فراح تدخل لي ضمن الامالجم، وهي كلها لها تاثير سلبي على الامالجم ريستريشن مالتي. سموت كومبليكيتد بروسيجر، هي تعتبر معقدة، أنا أجيب أخلط بإيدي وهذه كلها تايم كونسيومينج. النقطة السادسة ويست أوف تايم أند ماتيريال، راح أضطر أخلط ماتيريال ما أحتاجه، لأنه حتى أضبط الريشيو مالتي راح أصير عندي لارج كوانتيتي، فبالنتيجة كل هذه ويستنج للماتيريال وذكرناها ويستنج للتايم. مودرن أمالجمز آر برودوسد فروم بري كابسوليتد اللوي أند بيركري، حاليا عاد تجينا هاي كبسولز مثل ما عاد تشوفوها. قلت لكم قبل شوية من ذكرنا إنه تجينا مفصولين، الميركري بواحد هي داخل الكبسولة اثنين، ولكن اكو بينات الميمبرين عبارة عن بارير شفاف من النايلون، الالوي بجهة والميركري بجهة، مجرد ما اخليها داخل الامالجميتر ويدفع فورس وقوة راح يصير لهذا البارير تيرينج، راح ينشق وراح تنخلط الميركري مع الالوي، نتيجة فورس راح يخلط لي هي وتطلع لي جاهزة. Recapsulated amalgam provide some degree of assurance that the materials will not be contaminated before use or spoiled before mixing. راح اضمن انا انه هوني ليس لي كونتامينيشن ولا اي شيء، انا اخلطها بالكامل داخل الكبسوله. فالادفانتج مالتها ليس ميركوري توكسيسيتي، يعني ميركوري لا عاد اشوفه ولا عاد احتك منه، راح تطلع لي جاهزه ممكن انخلط معك بالكامل. النقطه الثانيه بروبر باودر ريشيو، طبعا انا الشركه هوني كل صنعت لي بريشيو معينه ومضبوطه 100% ما تقبل غلط، فهي تكون كلش جاهزه. فبالنتيجه بيست ميكانيكال اند بيولوجيكال بروبرتيز. ليس ترانسفورم ميكشر اند ليس ترانسفورم ميكشر كونتامينيشن. ليش؟ لان انا عاد اخلط بالكامل داخل الكبسوله ما يصير فيها اي كونتامينيشن، راح تطلع لي راسا جاهزه انا راسا اخليها داخل الكافيتي. مور تايم اند ماتيريال سيفنج، ما تاخذ من عندنا غير 10 ثواني، مجرد كبسوله اخليها بالجهاز 10 ثواني او 15 ثانيه راح تخلط لي بالكامل، ف هوني مور تايم اند ماتيريال سيفنج. طبعا هاي الكبسولات تجينا على شكل احجار، احنا نسميها طقه او سبيل، تجينا 1 سبيل او 2 سبيل او 3 سبيل،
الوان سبير اقل كميه، 2 سبير هي الوسط، و3 سبير هي اللارج. فانا من المفروض الثلاث احجام عندي هي بالعياده، قلنا لكم نسميها اما 1 سبير بالانجليزي مكتوب عليه، او بالعاميه نحن دارج بيناتنا نسميها طقه، اما الطقه او طقتين او ثافي. فانا الكافيتي مالتي اذا كان سمول استخدم الوان سبير، اذا كان ميديوم 2 سبير. فلهذا انا الماتيريال اطيق اتحكم بها، فنوعا ما حيصير عندي ويستنج كثير بالماتيريال. ايزي بروسيجر مثل ما ذكرنا، هي مجرد كبسله يخليها بالجهاز بثواني تخلص. The manufacture direction should be followed when mixing the amalgam material. أنا أمشي حسب ما يقول لي المانيفاكتشر، 13 ثواني أو 15 ثانية حسب. Both the speed and time of mix may cause changes in the properties of the amalgam. مثل ما قلنا لكم، كل ما زادت الريوليشن مالتي وزادت السرعة لها تأثيرات إيجابية وسلبية إذا كان under أو كان over mixing مالتي. After completing mixing the amalgam MPT, the triturated amalgam into a diamond dish. أنا بعد ما خلطت الأمالجام مالتي فتحت الكبسولة تنفتح يدويا، الى ملقى مالتي خمر راسا مباشره من الكبسولة يخليها بالكافيتي. قلنا لا، يعني ناخذ جزء جزء من الامالجام ولاير لاير نعمله، فنخليها بهذا اشبه ما يكون الى استكان صغير نسميه الدابندش. تجينا باللود دابندش اخليها بها. ما بعد ذا امالجام از كاريد فروم ذا دابندش تو ذا كافيتي يوزنج امالجام كارير. انا هاي الدابندش مثل ما تشوفوها هوني خليته بها الامالجام. عشان راح انقل الامالجام داخل الكافيتي مالتي بواسطه هذه الانسترومنت اللي ذكرناها بموضوع الانسترومنت اللي هي نسميها الامالجام كارير. تقبل الامالجام جزء من عنده داخل الكافيتي واعمل له كونديسيشن. كونديسيشن اوف دنتال امالجام لاترال كونديسي فيشري اند لينجوري. مثل ما تشوفون نحن هاي الاداه اسمها كونديسر، اخذناها محاضره الانسترومنت. هاي تجي على شكل احجام الهيد مالته حسب الكافيتي مالتي، اعمل كونديسيشن ودفع بقوه داخل الكافيتي مالتي. Smaller condenser are used first then larger condenser. بالبدايه استخدم انا small condenser، ليش؟ حتى اضمن اعمل condensation لكل اجزاء الامالجام مالتي او جزء جزء بسيط حتى اضمن. ما بعد ارجع بالفاينل condensation استخدم اللارجر كونديسر. Even condensation is started at the box till we fill the cavity do overfilling. طبعا من يجيني كلاس 2 انا ابدي بالبوكس. ليش؟ لان انا اذا جيت وخليت الامالجام بالكلوزر بارت وجي اعمل لك كونديسيشن، ايش راح يصير لك؟ راح يصير لك ستيبيج وتجي تنزل بالبوكس، وهذا الشيء راح ينزل بالبوكس وما معمول لك كونديسيشن. فاجي انا املي البوكس مالتي املين وبعدين اتجه باتجاه الاكلوزر. At each stage the excess mercury should be removed otherwise it is may be trapped in the depth of the amalgam and constitute a weakness. طبعا كل عمليه كونديسيشن انا راح يطلع لي excess mercury، راح تحسون حتى بلمعته. ف كل ما يطلع لك اكسس ملكري احاول ارفعه بالانسترومنت مالتي وهكذا، لان بقاءه راح يعمل لي مثل ما ذكرنا ويكنس بالمالجم مالتي. Condensation of amalgam that contains spherical particles require large condenser than are commonly used for admixed amalgam. مثل ما تعرفون الامالجم اللي تكون البارتكلز مالتها spherical، فانا هوني اضطر استخدم لارجر كونديسر حتى اضمن انه اقلل الانتر سبيس ما بين البارتكلز. ليش؟ لان هذه spherical rounded، فنوعا ما يحتاج لكونديسر لارج حتى اضمن انه ليس بها سليبج او هروب للبارتكلز، خلينا نقول من تحت الكونديسر. Smaller condenser tend to penetrate a mass of spherical amalgam resulting in little or no effective force. فمن استخدم انا مع السفيريكال امالجام مالتي استخدمت سمول كونديسر، راح اشوف انه ما له هذاك التاثير. ليش؟ سمول كونديسر راح تهرب الجزيئات، لانه هي جزيئات كرويه راح يصير فيها سليبج كانما تهرب من الكونديسر. فبنستخدم سمول كوندنسر ما حينطيني هذيك النتيجه، فيفضل مع السفيريكال امالجام استخدم اللارجر كوندنسر. In contrast, smaller condensers are indicated for the initial increment of admixed amalgam because it is more resistant to condensation pressure. ولكن السمول كوندنسر يفضل مع الادميكس امالجام، ليش؟ لان تكون هي كلش مقاومه للكوندنسيشن. فالسمول كوندنسر انا راح اضمن انه اي اجزاء بسيطه من الامالجام الادميكس امالجام راح يصير بها كونديسيشن، فالسمولر هو يحبذ مع الادميكس امالجام نتيجه شكل البارتيكلز. هاي العوامل هي اللي تاثر. طلاب تقريبا خلص الوقت، راح اوقف الشيرنج وارجع ادخل مباشره ان شاء الله ما اضل كثير.